للسياسة. نتساءل في أحيان عديدة ونتابع في المشهد السياسي مجريات الأحداث في تونس إذا كان كنا نعيش في فيلم من أفلام الخيال العلمي، فيلم سيء الجودة بسيناريو ممل وإخراج رديء، شخصيات مشابهة روبن هود القروي ودون كيشوت السعيد وهولك مخلوف ومحمد زورو وبابر شودة، أبطال من ورق لا يذكرون إلا في الخرافات، بل أعتقد أحيانا أنهم يمثلوا بالمقلوب أو أننا أحنا وهما عايشين خارج مجال الجاذبية وخارج الكرة الأرضية. نرجع إلى الجاذبية نتاع الكرة الأرضية في ميدان العلم، احنا خرجنا منها. مرحبا بسيناجي بالشابي، منور يا سيدي. تحياتي ليك ولكل مستمعي. قلت لي خارج الجاذبية وخارج الكرة الأرضية، ما لا ترشحت في كوكب آخر أو مجرة أخرى؟ هذا كان جبت 1%. على كل أنا عدت. تستحق مخير. شكرا. ما تشكرنيش، بالعكس انضمنا في شكر السياسيين أو أغلبهم على الإمتاع، وزيد احنا نستحقولك ونستحقوا لتجربتك، وكما يقولوا اسأل نجيب وما تسألش طبيب. نحب نسألك على النهضة، أنت خالطتهم تكويت منهم ولا سي نجيب؟ لا والله ما تكويت بحد شيء. مال على خلافك أنت، فما شكون ما تكواش شعلت نار وطول من النهضة كيما عابر موسي. في شيء إشكالية، لما رفضت لائحتها التي تطالب باعتبار تنظيم النهضة هو تنظيم إخواني، كما كل ناحية مثل العربي الشعر النار متاعها وثارت هذه البلبلة، والحال والإجراءات التي كانت اعتمدت وزارة الداخلية لمحرصها كانت إجراءات قانونية. من أنت؟ هذا سي فرحات الراجحي النائب الحالي عن التيار الديمقراطي وزير الداخلية السابق، اللي قال أن ملف النهضة كانت في ملاحظة وحيدة. الملاحظة الوحيدة التي أثرتها الإدارة العامة في ذلك الوقت هي الشعار، كان الشعار حركة النهضة هو كتاب. تقابلت شخصيا مع السيد أحمد شورو أشرت عليه بضرورة تغيير الكتاب بأي شيء واحد، لوجو إخ، أي شعار إخ، وقع بداله بشجرة زيتون. أمضينا على الواحد، يعني كتاب وبعد زيتونة وبعد حمامة، وممكن البحيري كان يتمنى أنه يبدلوا الراشد فوق النخلة. الأقزام يحكي حاولوا يتشعبطوا في النخلة وما تلوهاش يضربوها بالحجر. بالطبيعة الحديث على عبير موسي اللي قال البحيري أنه الفرصة متاحة لحل حزبها، وهكا جاوبته هي. كيف تبدأ البلاد على ملكه هو ولا هو يتحكم فيها، وإلا تبدأ الشعب التونسي رهينة عنده هو باش يتكلم الكلام هذايا. البحيري وحاسب عبير من الفرحة خلال إعداد وثائق الترخيص للحزب. هو حتى الكاشي نتاعو اللي حاطه بصفته محامي من الفرحة يمكن حاطه مقلوب. معركة عبير موسي الأساسية والجوهرية هي معركة الغنوش وحركة النهضة، لكن عندها بعض الخلافات الجانبية مع بعض الكتل والنواب، ومنهم عياض اللومي اللي اتهمته سابقا بالاعتداء اللفظي عليه. ونضفت له تهمة جديدة. لا مش رئيس عصابة، ذيك قالها له محمد عمار. نحكي على اللي قاله هو زميلته السابقة من قلب تونس مريم اللغمان. كلام اللومي اعتبرته اللغماني اعتداء على معطياتها الشخصية ومحاولة لترهيبها. السيد اياد اللومي استغل معطيات الشخصية اللي كانت بحوزة الإدارة في حزب قلب تونس، حب يضغط عليا معنى إلى السيد ومنسيدي كأني أنا باش نحشم ولا باش نخاف، هو ما يعرفش لي أنا معناها كنت عاملة الغطاء ذيك جراء مرض، كنت مريضة بالسرطان. وانا اللي ماشي في بالي كيف أسامة الخليفي مرحلة التبوريب وفات. نجم نقوله لمرحلة العناد ومرحلة التبوريب وفات. هو مش يحكي لعياض اللومي أكيد، يحكي لملف رئيس الحكومة الياس الفخفاخ. نجم نقول لك أكثر، نعطيك سكوب. هات سكوب سي أسامة، مدام جماعة الوطنية متكبرين على النعمة. ثم قلت لك أجنحة في الائتلاف الحاكم وفي الأحزاب الحاكمة، وثم ناس كانوا أصلا وراء الهندسة للحكومة هذه، وهما اللي جابوا سي ياس الفخفاخ. ونذكر لهنا الصديق بار اكزامبل سي الحبيب بوعجيلة، وانا قعدت معه وحكيت معه. ناس تحكي على التغيير، على ما بعد ياس الفخفاخ، على ما بعد اللي قاعد صاير هذايا من تجاذبات سياسية بين الائتلاف الحاكم وبين مكونات اخرى. سي بيزاخ كما قال الاخر. سي بيزاخ بون، هو الامر ما فيه تغيير في الخطه لا غير، وتعدينا من مطالبه بتوسيع الحكومه لتغييرها اصلا، وهذا ما كان اكده اليوم النائب عن النهضه محمد القومين. مطلب توسيع الحكومه تجاوزته الاحداث
لأنه أولا موضوع تضارب المصالح وشبهة الفساد اللي هي محل تحقيق في البرلمان وربما قضايا عدلية غير من وضع رئيس الحكومة. الأمر الثاني ثم تصدع حقيقي في الائتلاف الحاكم. الأمر الآخر أنه ما فماش الآن رؤية واضحة لمواجهة المشاكل المتفاقمة. هذا ما يجعل في تقديري أن المطروح الآن لم يعد توسيع الحكومة وإنما تغيير الحكومة أصلا، وهي زيادة الضغط على الفخفاخ دون انتظار القضاء أو لا تقارير الرقابة والتحقيق اللي ممكن أنه من بعدهم يخرج الفخفاخ صابون ونظيف. تعرفش كيلو صابون أحضر بقديش؟ ومهما كان سومو سينجيب الكيلو محسوب 44 مليار يشريو بارش الصابون. على كل احنا في بالسياسة ندلوا ضيوفنا وما نحكيوش على الحاجات اللي تقلقهم وإلا اللي عندهم منها رهبة. وليت يعني عندي رهبة باش نسمع خطابات رئيس الجمهورية. بورتون سينجيب عندي ما نحكي عليه برشا، أما اختارت أني نعدي لك نوبتك. اه شرايك سي نجيب؟ ثانك يو لوت. بالسياسه